سلام، جيتكم فيديو جديد من المواجهه وما حد قرب يتسرى الانتقالات لا ديال الوداد لا ديال الرجاء. غادي نجيبوا جوج لاعبين من نفس المركز وغادي نديروا بيناتهم مقارنه وغادي نشوفوا شكون احسن انتداب من ناحيه الارقام وغادي نشوفوا شكون احسن لاعب في البوست ديالو. ولكن قبل ما نبدا الفيديو هذا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ما حد قربنا 20000 اخو اخت في الصفحه، ضروري ما غتكون واحد الاحتفاليه ان شاء الله في 20000 وغتكون واحد الجيفي واي، وكما اختارينا في 10000 جوج فائزين بالجيفي واي. الاحتفاليه ديال 20000 غنختار واحد ولكن غتكون واحد الجائزه اللي ممتازة ان شاء الله، والفائز ان شاء الله غادي يكون من الناس اللي تيديروا لايك وكومونتير وتيبارطاجيو الفيديوهات ديالي، والناس اللي غادي يكون عندهم سوبر فان غادي يكونوا زايدين واحد شويه على هادو. المهم الاخوان، انا علمتكم قبل ما نوصل 20000 اخو اخت في الصفحه باش ما تقولش بلي راني ما علمتكمش في التالي، ويلا اذا كنتم مستعدين نبداو. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ديالي اكتب لي في كومونتير شكون المواجهه اللي بغيتي تشوفها في الفيديو الجاي، ونمشيو نبداو باللاعبين اللي عندنا في هذه الحلقه. اول لاعب يسري بوزوق في العمر ديالو 25 سنه، اللاعب السابق لفريق بارادو الجزائري، ويلا انتقل للرجاء وتيلعب كجناح ايمن، عنده في الطول 1.77 بالضبط. اما الخصم ديالو في هذه الحلقه اللي هو بوهرا، اللاعب السابق للمغرب الفاسي وتيلعب حاليا في الوداد، وفي العمر ديالو 22 سنه وتيلعب كجناح ايمن، وعنده في الطول 1.78 بالضبط. سالينا من التعريف ديال اللاعبين ونمشيو لاول فقره من المواجهه. نبداو باول حاجه اللي هي القيمه التسويقيه ديال اللاعبين. اللاعب وهرا وصلت لاعلى قيمه ديالو في هذا الموسم هذا، والقيمه ديالو وصلت 400000 دولار. اما الخصم ديالو النجم ديال الجزائر والنجم الفريق ديالو بارادو الجزائري، وصلت اعلى قيمه تسويقيه ديالو لمليون دولار. ومن ناحيه الفقره ديال القيمه التسويقيه تتمشي ليسري بوزوق، ويسري بوزوق غادي ياخذ هذه النقطه هذه بدون نقاش. نمشيو دابا للارقام ديال اللاعبين في المسيره ديالهم. بوزوق لعب 9550 دقيقه بالضبط، من 9550 دقيقة ماركة 38 بيت، وزيد على 38 بيت عطى 17 الاسيست. اما بوهرا اللاعب ديال الوداد الجديد لعب 4306 دقيقة بالضبط، من هاد 4306 ديال الدقائق يلاه ماركة 6 ديال البيوت، وزيد على 6 البيوت عطى يلاه 8 ديال لي اسيست. وهنا غتقول لي بلي كاين واحد الفرق كبير ديال 5000 دقيقة بين اللاعبين، وهنا غادي نقول لك ساين التالي ديال الفيديو غتعرف علاش كاين هاد الفرق هذا. ولكن من ناحية الارقام ديال اللاعبين فيسري بوزو غادي ياخذ هاد النقطة بامتياز، وفي هاد الفقرة هادي جوج زيرو ليسري بوزوق. نمشيو دابا للفقره ديال السرعه والمراوغه. اللاعب يسري بوزوق لاعب اللي تيعرف يراوغ وتيعرف يدريبلي، ولكن واحد الحاجه ماشي كما كنتوقعوا حنايا. يسري بوزوق اكثريه تعتمد على لي باس وعلى العرضيات، يعني قليل فاش تنشوفو تيراوغ شي جوج لاعبين ولا تيمشي بشي سرعه كبيره، لان اللاعب تيشد الكره اول حاجه تيفكر فيها هو اللاعب ديالو فين غادي يعطيها له. ولكن الخصم ديالو في هاد الحلقه اللاعب اللي تيعرف يدريبلي مزيان، وماشي غير تيعرف يدريبلي ولكن اكثريه تعتمد غير على الدريب، وخصوصا هاد اللاعب هذا ما تيفكرش واش يماركي ولا يعطي لاسيست قد ما تيفكر يراوغك. ومن ناحيه المراوغات فبوهرا ممتاز بزاف الاخوان، وزيد على شي حتى من ناحيه السرعه بوهرا عاوتاني سريع بزاف، والنقطه ديال السرعه والمراوغات بدون نقاش تتمشي لبوهرا، والنتيجه جات حاليا 2-1 لبوهرا. نمشيو دابا للفقره ديال تعدد المراكز. كما كنعرفوا كاملين احسن لاعبين في العالم هما اللي تيعرفوا يلعبوا في بزاف ديال لي بوست، ويمكن المدرب يوظفهم في اي بوست بغاهم، يا جناح ايمن يا جناح ايسر يا صانع العاب. نبداو بيسري بوزو. وهاد اللاعب هذا في المسيره ديالو كامله لعب 80% من الماتشات ديالو كجناح ايمن، و10% لعبهم كجناح ايسر، و10% اللي بقاتوا للاخيره لعبهم كصانع العاب. اما الخصم ديالو في هذه الحلقه اللي هو بوهرا لعب يلاه 52% من الماتشات ديالو كجناح ايمن، ومع العلم راه تيلعب هو اصلا بالاساس كجناح ايمن، ولعب 32% من الماتشات ديالو كجناح ايسر، وزيد على هادشي 14% من الماتشات ديالهم لعبهم كصانع العاب. يعني هاد اللاعب هذا يمكن لك توظفو في الخط الهجومي كامل، وما عندكش مشكل نهائيا واش غتلعبو كجناح ايمن ولا ايسر ولا كصانع العاب. والفقره ديال تعدد المراكز وبدون نقاش تتمشي لبوهرا، والنتيجه حاليا رجعت متعادله 2-2 اللاعبين. نمشيو دابا للفقره ديال الضربات الحره والركنيه وركلات الجزاء. غادي نبداو باول لاعب اللي هو بوهرا. هاد اللاعب هذا مع الفرق اللي لعب فيهم ما كناش تنشوفو تيضرب ركلات حره والبيلانتيات، ولكن نادرا بزاف فاش شفنا تيتيري شي بيلانتي، وزيد على هادشي الفريق اللي تيلعب فيه ما تيعتمدش عليه نهائيا في ركلات حره والبيلانتيات، على خلاف يسري بوزو. الفريق ديالو كان تيلعب فيه اللي هو بارادو الجزائري كان تيعتمد عليه يدير كلشي، كان هو اللي تيتيري البيلانتيات، هو اللي تيتيري ركلات الحره، هو اللي تيتيري حتى الركنيات. وزيد من ناحيه البيلانتيات اللاعب ما تيزقلهمش نهائيا، وتيماركي لك تقريبا 90% من ركلات الجزاء اللي تينفذهم. وهنايا من ناحيه الفقره ديال ركلات الركنيه وضربات الجزاء وضربات الحره تتمشي ليسري بوزو، وهنايا رجعت النتيجه 3-2 ليسري بوزو. نمشيو دابا للفقره ديال قوه التسديد، وهاد الفقره هادي تنديرها بوحديتها لان قوه التسديد راه تختلف على اللاعب تيتيري الركنيات ولا البيلانتيات. ومن ناحيه قوه التسديد يسري بوزو تنشوفوه تيتيري مجد، ولكن ماشي
ماشي بالنيفو ديال بوهرا. يسري بوسخ اكثريه تعتمد باش يركن الكره على تيريها مجهد، ولكن بوهرا شحال من لقطه تنشوفو تيتير الكره بحال شي قنبوله. ومن ناحيه الفقره ديال قوه تسديد بوهرا تياخذ نقطه، وهنايا عاوتاني رجعت النتيجه 3-3. نمشيو دابا للفقره ديال التمريرات القصيره والتمريرات الطويله. يسري بوسخ ماشي لاعب مراوغ وماشي لاعب سريع، ولكن لاعب اللي تيلعب الاندو مع الفريق ديالو، ودائما مع الفريق بارادو دائما كيعتمد على لي باس وعلى لي سونطراج، على العكس بوهرا اللي ما تيعتمدش نهائيا على لي سونطرا وعلى لي باس، ولكن تيعتمد اكثر على السرعه ديالو وعلى المراوغات ديالو. واذا مشيتي تفرجتي في اللاعبين بجوج غتاكد 100% بلي يسري بوسخ احسن من بوهرا. ويسري بوسخ اللاعب اللي تيتقن التمريرات والعرضيات لواحد الشكل كبير، هادشي اصلا الفريق ديالو تيعتمد عليه في الركنيات وفي الضربات الحره، لان اللاعب عنده نسبه ديال الدقه عاليه بزاف. وهاد الفقره ديال التمريرات القصيره والطويله تتمشي بدون نقاش ليسري بوسخ، وهنا عاوتاني النتيجه تترجع 4-3 ليسري بوسخ. نمشيو دابا لاخر فقره عندنا في الحلقه اللي هي اهم حاجه خاصها تكون في اللاعب اللي هي اللياقه البدنيه. اذا رجعتي لاول الفيديو غتسمع باللي قلت كاين واحد 5000 دقيقه ديال الفرق ديال اللعب بين اللاعبين، وهنا راجع العمر ديال اللاعبين، واحد في عمر 25 سنه وواحد في عمر 22 سنه. ولكن كاين واحد العامل اللي مهم بزاف اللي غادي نقولو حاليا. يسري بوسخ 85% من الماتشات ديالو تيلعبهم كاساسي، ودائما تيلعب من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90، وهادشي راه مع جميع الفرق اللي لعب فيهم كان دائما تيلعب اساسي، على خلاف لاعب ورا اللاعب اللي تيدخل في الشوط الاول وتيخرج في الدقيقه 70 او اللي تيدخل مورا الدقيقه 60. وزيد بوهرا يلا 40% من الماتشات ديالو اللي لعبهم اساسي حتى لدابا، وزيد حتى الموسم الجاي واش غادي يلعب اساسي مع الوداد ولا غادي يلعب كبديل غادي نشوفوه في الموسم الجاي ان شاء الله. ولكن من ناحيه القوه البدنيه فيسري بوسخ احسن منه بزاف، اللاعب اللي تيعرف يوظف القوه البدنيه ديالو مزيان من اول دقيقه حتى اخر دقيقه. وهنا النقطه ديال القوه البدنيه عاوتاني تتمشي ليسري بوسخ. النتيجه الاخيره والنهائيه اللي هي 5-3 ليسري بوسخ. اللاعب يسري بوسخ اللاعب الممتاز بزاف، اللاعب تيلعب كجناح ايمن وغتستافد منه الرجاء بزاف. واصلا الموسم الجاي يسري بوسخ غادي يلعب اساسي في جميع الماتشات ديالو مع الرجاء، ماشي بحال بوهرا اللي غادي نشوفو اكثريه في الشونجمون. المهم في الاخير يسري بوسخ احسن من بوهرا في هذه الحلقه هذه. وفي الاخير الاخوان دويتو حلقه اخرى في المواجهه، كتبوها لي في كومونتير وكتب لي جوج لاعبين اللي بغيتو تشوفوهم في المواجهه. وفي الاخير الاخوان ما تنساوناش اللايك وتهلاو.